قال: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. يعني وطء الحائض محرم بالإجماع بقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا خالف وطئها في الحيض فإنه يأثم عليه التوبة. يقول المؤلف: وعليها أيضا يتصدق بدينار أو نصف دينار. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وذهب جمهور الفقهاء، طبعا هذا القول الذي قرره المؤلف هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجب على من وطئ الحائض التصدق بشيء، وإنما عليه التوبة فقط. وأجابوا عن هذا الحديث، قالوا إن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح. قول الراجح إذن أنه لا يجب على من وطئ امرأته في الحيض شيء، إنما يجب عليه التوبة فقط. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. قال: وتباح المباشرة فيما دونه، يعني يباح للزوج أن يباشر امرأته الحائض في غير الوطء، فيباح له كل شيء إلا الوطء. والإسلام وسط بين اليهودية، فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها واعتزلت وكأنها شيء نجس. النصارى على العكس، يكون حتى الجماع جماع الحائض عندهم. أما في الإسلام فالإسلام وسط، يباح كل شيء إلا الوطء، وتباح حتى المباشرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة فتعتزر فيباشرها وهي حائض، إنما الممنوع فقط الوطء.